توجه إلى مباريات اليوم ونبدأها من الأكثر إثارة، قمة هذه الجولة التي جمعت ما بين الشباب والهلال وانتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. استمرار لانتصارات الهلال، 30 انتصارا في موسوعة جينيس حتى الآن، ولا يزال للمجد بقية. مبروك للهلال، هاردك للشباب. الشباب بثلاثة، انطلاقة مثيرة جدا للمباراة، والكرة تلعب ولا زالت لهذا اللاعب كارلوس جونيور. شبابية شبابية شباب، الله الله، متروفيتش يتقدم ويسجل ضربة ركنية. روبن نيفيس يشيل لروبن نيفيس، عالية وللأمام وبالرأس، لا زالت قائمة هنا في هذا المكان، والتبرير الله الله. روبن نيفيس هو أشعلها الشباب في البداية الأولى، وكاد أن يضيف هدف ثاني لولا بونو، وخطيرة الله الله. حاول لعب بالرأس للاعب عند الكرة، سريع 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 سريع، خطيرة فرصة الله. قدم 2-0 لو تذكرون، لولا بونو لولا بونو، بينما محاولة في هذا المكان، مرور الله 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 الله. يا صبياني ظهير أيسر موجود، حسين القحطاني، رمزاج الله الله. أحد أجمل أهداف دوري روشن بلا منازع.